هذا شو بلو بالتليفون؟ الو، مساء الخير استاذ حنتوش. اني نسيتني؟ اي حقك مو شفت شوي مشغول. انا اسمي حمود عبد الرزاق. يا حمود، هاي شنو هاي نسيت قعدتنا؟ اي نعم بالميريديان. بلي اي نعم 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 اي يمي استاذ رفعت، ان شاء الله نشاوف. خلص صفقة استاذ. اي والله نخليها بالمكتب. براحتك انا بس يعني ردت افاتحك بالموضوع. اي ردت اعرف الموعد الساعة بيش وش قيت. ممنون، اشكرك استاذ، اشكرك اني اشكرك في مال الله. الصفقة استاذ حنتوش خلص صعدها. صفية، انت الخوف خلات تصيرين بهالشكل. لو من البداية واقفة بوجهها كان هسه انت مستقرة ومرتاحة البال. خفت نادية، خفت لأن ما أمتلك دليل براءتي، ويراد لي فترة طويلة أخلصها بالسجن إلى أن أثبت براءتي. وهسه شلون راح تثبتين براءتك؟ هسه ما عندي شيء. أنا مو متهمة ما دام باقية على هالحال هذا ويا حمود. وذياب شلون؟ ذياب لا، أنا مو طرف ويا ذياب. نادية، من حق مهجة أن تعيش وياي، بعدين هو القدر رسمنا هالشكل هذا إلي والمهجة والذياب. بس صفية مهجة بنت ذياب. ساعديني نادية، ساعديني أرجوك وأوقفي وياي. كافي صفية كافي، أنا وياك شرنا القدر إلكم. قومي صحي مهجة، صار الدنيا العصر، خل تجي تغسل ونبدل ونطلع. نادية مهجة ماكو. شلون؟ ماكو؟ تعالي يلا. عمي ابو شهاب، أنا جاي أحس بنفسي قلق بوجودي بهذا البيت. ثياب، أنا قلت لك تحمل، اصطبر. أنت يعني خمو راح تدور العراق كله حتى تلقي البنية. يعني حتى إذا أكو خيط خبر، شنو فايدة تفتر؟ بعدين يعني يجوز أنت تدور بالبصرة وهي بالموصل، مو تمام؟ يعني أنا أقول إذا ظلت تفتر بعدين تتعب وتأيس. فأنا أشوف تستقر مكان واحد وتلقي لها اثر. اي صحيح، بس عمي انا احس بنفسي محرج بهذا البيت، احس هذا المكان مو مكاني. انت منيش منزعج؟ من كل شيء. حصير يعني من استاذ حنتوش؟ لا يا ابي، لا على استاذ حنتوش مره بالاسبوع نتحملها. منيش مرته بنته؟ يعني من البيت كله. والله يا ذياب ما ادري ايش اقول لك، بس انا اللي ارجوه من عندك تصطبر وتطول بالك. يعني معقوله مهجه تلعب هنا بين الاشجار؟ معقوله ناديه مهجه واعرفها كل زين، ما تلتفت لي وراها من تمشي. يمه صفيه اخاف. لا ناديه، لا ابوها ذياب اذا يريد ياخذها يجي يحكي وياي. ليش ياخذها وينهزم؟ ليش؟ يجوز اخذها ما راح يسوي اي مشكله. لا ناديه، لا مشكلة ويا من يسوي، مشكلة ويا من. أنا إذا ما أخذها ذياب أفرح لها قبل ذياب. لا عيني، أنا خايفة من حمود. نادية خاف حمود يريد يعذبني وأخذ مهجة. شلون؟ زين، خلي نبلغ الشرطة. لا نادية، لا الشرطة لا في دوار وحدك. لا زين، أقولهم هاي بنتي. لا نادية، لا حتى لو تقولين هاي بنتي يمكن هسه هم بالشرطة. شلون؟ نمشي عيني، نمشي نروح للبيت. وين أروح؟ للبيت. يلا عيني. نادية مهجة. ايش أسوي؟ نادية قولي لي ايش أسوي؟ مهجة. شوفوا، أنا اللي عندي هسه من أخبار الذياب بعده دايخ وما واقع على خبر البته. بشرف أستاذ حمود وبعد ندوخه. لك هو إحنا دوخنا لو الدنيا هي مدوختها.
استاذ بشرفي مثل المسطور من سوق السيارة. هسه ما علينا، خلي اكمل، خلينا بالمهم. انا المهم عندي صفيه. صفيه لا تنسوها. ما ننساها استاذ، ولو حكايتها صعبه. صدق استاذ حمود الحكايه صعبه بس مستحيل ننساها. ادري ادري ادري، بس اريدكم تفكون عيونكم زين، اريدكم تنتبهون على كل ما معكم علاقه. صعبة شعرها أصفر أسود، لابسة عباية سفور لكبابة، هاي تغير شكلها بكل ساعة. أنتوا عندكم صورتها مو؟ إيه هاي. أشو؟ فضل ولك هاي صورة أثوال مكيف الزام. يا صورة؟ إيه صورة عود أستاذ، والله العظيم بشرفي جيت أقول لك اعطينا غيرها. هسا ما علينا، أنا أعطيكم صورة، خلنا نرجع. أريدكم ترجعون على شغلتكم الأولانية زين؟ ماشي. مالكم علاقة بذياب، ذياب خلوه علي، افتهمتوا؟ افتهمنا استاذ، بس احنا ترى مسرق ما عندنا هبه. اشوف هاي جو هاك ملزم. يلا يلا على شغلكم. مو ضايع. يلا في مرة سامح. مش قد ما انثر فلوس مو خساره يا صفيه. لازم نسافر اليوم. وين نسافر يا نادية؟ وين نسافر؟ البغداد. لا نادية لا، انتي روحي، انا ما اسافر، انا ايش عندي بعد باقي هنا؟ انتي اخذي راحتك. لا لا انا ابد ما اعوفك. نادية نادية حبيبتي، انا تعبتك وياي هواي، صدق انتي صديقة العمر، روحي فدوى سافري اخذي راحتك. نادية وحدة 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 صفية. هسه يا حمود أجل حسبتها، إجتك حسبة حنتوش، وحنتوش هذا ذكرنا بيه ذياب، خلص هذا ما يتفوت. بس هذا رفعت رفعت ثبرني بين مفتح كل زين. الو الو الو، احكي صفيه، انا حمود، انا ببغداد وبعد ببغداد. لنلعب لعبه الفار والبزون، مو مشكله، اصيدك اصيدك، ومكانش هذا لازم أندل، ومو ايدي اللي راح توقع على رقبتك يا صفية، لا ايدي ذياب. الله طلعتي كلش حلوة. انتي هم حلوة ماما، صفية هم حلوة. شكرا حبيبتي. جيتي ماما؟ جيتي ماما صفية. حبيبة ماما صفية، مهجة حياتي. خلصتوا؟ اي يلا خلينا نطلع. خابرتي؟ لا ما حصلت، اخابر بالليل بالعشرة، بالعشرة ونص يمكن القيه بالبيت. زين يلا نروح. يلا يلا حبيبي. يلا ماما. قولي واحد بني بيت،
يبدي من جوا لي فوق لو من فوق لي جوا؟ لا من فوق لي جوا. أول مرة يحضر الأرض. إيه الأرض وبعدين البتلو. أقول قول البتلو بالعربي شنو؟ يمكن بطلو. بطلو؟ بطلو شنو؟ يعني تبيني نفسك تفتهمين بالعربي؟ العشي يسموها يا عيني أساس، بالعربي يسموه أساس. أساس. العفو أستاذ، السيارة حاضرة، إذا تحب أخذك للشغل. لا خلنا نشرب القهوة بعدين نروح للمكتب. ها لا زين نشرب القهوة بالمكتب. ها خلي وصلني للضريبة إلي. إي زين خلي وصلك وعد بالطريق. أنت وش عفياني روحي محتسرة أجي وياك. هذا شو الحكي؟ وين تجين وياي؟ أنا راسي ما أقدر أحكم للشغل. تقول لي أجي وياك وبعدين أقدر أشوف العمارة وين وصلوا بيها. غير وقت بعدين بهيجة بغير وقت. هلو باب. هلو. صار لي 3 أيام ما شايفتك. بنتي أشغال هواية أشغال، شو أسوي مو بيدي. هم طالع؟ إيه إن شاء الله أرجع لكم على الغداء. ها؟ أرجع لكم على الغداء. يلا. تفضل. يلا يا أبي يلا. شكرا. او تحصلي ثياب اذا امكن. حاضر استاذ. ايش قد ثقيله كلمه استاذ. سنوبات ترات حتى الواحد يثبت بيها احترام الناس. الو ممكن استاذ رفعت؟ شنو نايم؟ لا تقعدي وخلي نايم. خلي شنو هسه انا جايبك لشؤون النوم لو شؤون الشغل؟ والله يبين هذا بعد ما ينفعني، راح استغني عنك يا رفعت. عمو احمد؟ نعم. قل لي هو عنده شهاده؟ شهادة؟ إيه؟ والله بنتي ما أدري عنده ما عنده. هي رايها معايزة فدوة. عنده شهادة. هذا لو عنده شهادة كان سوى عيني؟ كان كل شيء ما سوى مدام. إيه بس عمو قول لي هو شنو هاي القد شايل خشمة؟ شنو شايل خشمة شنو؟ أصدقي شكو شايل لهب خشمة وهو يتصل بي. أنت اللي عليك لا تجيبين خشمك يم خشمة. فدوة تجيب خشمه يا مخشمه. خشم بنتي وين؟ فدوة خشم هذا السايق وين؟ أنا ما أقول هيك مدام، أقول يعني لو كل واحد يفتصل بخشمه وما عليه بخشم الله كان مدام تلخ. شو أقول مدام رايدة شي بعد؟ لا ما أريد. إيش عجب؟ شنو إيش عجب ها؟ شنو إيش عجب؟ أنت بتجوز من هاي إيش عجب مالتك؟ عجب شبيك تضحكين شبيك؟ ماما مو مرات عمو احمد يحكي حكي مو اي واحد يفتهمه. يا مو اي واحد يفتهمه. ليش عيني؟ ليش هو يقدر يحكي حتى ما حد يفتهمه؟ بس قولي حكي ابي نغزات. استاذ سيد حمود يريد يشوفك. خليه يتفضل. حاضر. هذا هم يبين لعبي. استاذ حمود تفضل. صباح الخير بيك. اهلا وسهلا. اهلا. تفضل. شي اكيد تذكرني جنابك. طبعا
شكلك ما ينسي. هواي شكول تنسي بس انت لا. الله يخليك، الله يخليك بيك. هاي هاي هواي بحقي، انا اشكرك، اشكرك هواي الحقيقه. اني ما ردت اجي لهنا، يعني قلت اخاف تتفسر جيتي بغير شكل. يمكن استاذ رفعت المستشار القانوني مالي يعرف احسن مني. العفو، قلت شنو اسم جنابك؟ حمود استاذ، حمود. استاذ سيد دياب وصل. خليه تفضل. حاضر. قلت اسمك حمود مو؟ بلي استاذ حمود، حمود. سيد دياب تفضل. شكرا. السلام عليكم. تفضل. أقدم لك شو اسمك؟ حمود. حمود أستاذ دياب. شرفنا سيد حمود. أم زين غيرنا مكان. إيه لازم نغير مكان. بس كون بيت عبد القادر ألقيهم بالبيت. لو باقين بالغابات مو أحسن؟ لا عيني نادية، شلون أحسن؟ وبعدين بيت عبد القادر إذا سمعون بي هنا وما رايحت لهم يزعلون علي. ما نوصل هين حلوة مو؟ حبيبتي كلش حلوة. دباعي باعي شو تفرجي؟ شوفي قومي 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 باعي منا قومي دياب وحمود عبالك اصدقاء دهنودي بس من زمان. الناس زينين بس يخلون ايد بايد يصيرون اصدقاء بالعجل. مو تمام بالله دياب؟ مو كل الناس استاذ حمود. الناس زينين وبس. لا لا انتم مبينين خوش ناس. دياب بس خلي ايد بايدك وراح شوف. لا 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 دياب ضربه غير ضربه. وانا اشوف له تعوفه. استاذ رايد ما عندي شغله لو اروح. لا 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 عندي شغل وياك. قول. الو. اي نعم احمد العون. اي هلا هلا بسرتي، شلونك؟ شلون اخبارك؟ شلون؟ لا ما موجود، يجوز يم استاذ حنتوش. اي بلي بلي. ها يعني نفس اللعابه اللي شفتها؟ ها انت تذكر اي شايف اللعابه. زين زين. زين هسه انا خابره ويجيك. زين في امان الله، مع السلامة. مرحبا عم استاذ حنتوش، بلا زحمة اريد ذياب. ايه ذياب رايديك ضروري. شكرا عمي. الو نعم عمي. ذياب خابرني سبتي شايف فد اثر البتك. سبتي؟ وين هو؟ ها اي اروح له؟ صار هسه اروح له. ماشي ماشي زين شكرا الله وياك. تفضل. هذا بخير؟ عم عندي شغله كلش مهمه ولازم اروح. يعني ضروريه كلش؟ اي وداتك عمي لازم اروح فاسمح لي. وهاي المفاتيح مال السياره خاف تحتاج. لا 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 باخذ السياره وياك، خلص شغلتك ورجع. زين شكرا في امان الله. دياب خل اجي وياك اساعدك. لا ماكو داعي تبقى مكانك. انا اروح في امان الله. اقعد حمود خلينا نكمل حكينا. اقعد استاذ مو عندي شغله كلش مهمه. لا تناقش قلت لك اقعد.
ابن الحلال. هلا. السلام عليكم. هلا هلا بدي اسلم. السلام عليكم. مرحبا. ابن عم المطر. يا اهلا مرحبا. استريح 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 استريح. هاي لا. ايه هي؟ هاي نفسها. ابنية صغيرة عمرها 6 سنين شفتها وياها مرة متوسطة العمر يمكن لابسة عباية. خذ خذ نفس على كيفك. أنا ما شفت أحد بس هذه يمكن تركوها وشفتها أنا قبل ربع ساعة من شفتي. بس إيش راح أسوي؟ فهمني إيش راح أسوي؟ أروح وين هي؟ بيامك اللي لقيتها. بيجي لقاها بيجي. خلاص أروح البيجي وأبات البيجي واحتمال راح الموصل. إي طبعا تروح للموصل هاي الحكي. اسمعني أريدكم تقابلون الفندق زين وتشوفون من وياه تعرفون أساميهم. إي هذا يمكن لقى اثر بنته. بلي 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 انا ما راح اطلع راح انتظر تليفون من عندكم. اي باوع اريدك تفتح عيونك زين يا ولد ترى صاحبك هذا اثول. اي فتح عينك زين. يلا 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 ميخ يلا في مالا. فترة أدور عليك يا صفية ما لقيت لك أثر. بس مي خالف ألقيتش ألقيتش وين تروحين؟ ما دام مو بس أنا اللي أدور عليك، ما دام أكو عيون وياي فلازم ألقيتش يا صفية. أهلا أهلا بكم بالموصل. أهلا أهلا جايتكم. أهلا حبيبة صفية الباحة من خابرتنا بالتليفون. أنا وكلثوم كلش فرحنا الصوري حتى نوم مجانا. إيه والله صفية عزيزة علينا كلش. أشكرك دادي كلثوم أشكرك. ستعجبكم الموصل برا بي عشقة حلوي. الله خليت عيني بين عشتوا ببغداد هواي كانوا لي مثل الأهل. عشنا 5 سنين أكثر من الأهل. الله من ينسى من ينسى فضل المرحوم وفيق الله يرحمه برحمته الواسعة كان مغرقنا بفضله. أشكرك دار. الصغيري إيش اسمه؟ مهجة. حياتي. يا أهلا بيكم وبمهجة. أشكرك. إن شاء الله تعجبك بموصل كلش هسه تحبيها. زين حبيبي أنت اسمك مهجة؟ إدوار. ديار خلي نقلب الشغلة يمنى ويسرى ونشوف الراي بعدين فلا تستعجل. لا عمي لا شو ما استعجل. اللعابه نفس اللعابه معناتها بنتي هسه مو بغداد يعني لو بيجي لو بالموصل لو باطراف الموصل لازم اروح بنفسي والقى لها اثر. دياب احنا بدنا نقول لك لا تروح بس اني سالت نفسي وسالت مطار قبل ما تجي قلت له اللي عافوا اللعابه وين توجهوا لبغداد لو للموصل؟ والله يابا ما اعرف. يعني شنو ما تعرف؟ يعني جوز كانت بالموصل وهسه رجعت لبغداد يعني يصير؟ ليش لا يصير كل شيء يصير. بعدين انت تدري هالمرة تعرف شلون تضيع اثرها. لا احسن اروح ولا اظل بالف حسبه وحسبه. ايش داي تبخون ذول ايش داي تبخون؟ اربعة من ذول الاربعة يجوز من الشرطة يجوز قرايب ثياب الله يدري. الو منو سميرة؟ يا باي وين صارت اكثر من اسبوع؟ على كل انا ما اعتمد عليك بعد زين والعهد اللي بيني وبينك اعتبريه منتهي. ليش؟ طلعوا الاربعه؟ اي اي اها واحد منهم اخذ سياره طلع على صفحه. حلو حلو. اي ولك انا المهم عندي ذياب الثلاثه من يا صفحه طلعوا. اها ها عظيم عظيم عظيم. انتظروني انتظروني انا 5 دقائق وجايكم. اي يلا.
كذا من عندكم راح بالموصل. ايش صار؟ الموصل يعني النينوى. خبر الموصل وتطلع حكايتكم بوش. استاذ حمود انت شفت لك واحد اثول يجيب معلومه غلط وداعتك انا متاكد 100% ركبوا بالشاحنه واتجهوا ثلاثتهم للموصل. هسه واحد نعرف الله ذياب والاخ هذا اسمه سبتي مو؟ اي استاذ وواحد اسمه 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 مطر. زين يلا اصعد اصعد وخل حق بيهم اقول لي رقم الشاحنه جبتها؟ اها يلا اصعدوا اصعدوا. بصراحة أستاذ عبد القادر أنا مارت المسألة تأخذ ما أخذ أخرى محاكم وشرطة ورايح وجاي ويمكن خسارتي تكون أكثر من ربحي. أنا ردت هو يوقع لوحده ويساعدني ربك لأنه سبحانه وتعالى هو المطلع ويعرف الحقيقة وين. صفية أنت تعبين كل شيء هواي. نادي أنت أكثر وحدة تعرفين طبعي وتعرفين هذا الطبع صار متشرب بدمي. أريد أطير أريد أصير بكل مكان ما أقدر أستقر ويمكن جيت هاي البنية وياي وبقائها عندي ساعدت عندي هاي الحالة ما أقدر أستقر بمكان. الله يخليها البحروسة ذكية جدا. مرات تفكر مثل الكبار مرات شو تصفين بوجيها شوفين في شي مات في شي غريب مرات تقلب عيونها في شي كبير. لقمه انا ادخل على المطعم جوا اتفاهموا عندي شغله شكو ليش عندي انا شغله ما عليك تقعدوا يلا كيف تقعدوا سريع ولا لا طول الله بالخير الله بالخير الله بالخير يا لك بابا هاي السياره ما توصلنا يلا رجعوا لبغداد. اه استاذ حمود شو تقول له اجيب لك فيتر من سامره؟ لا 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 ماكو فايده جيب عاد ماكو فايده. انت تعرف السوق؟ استاذ انا بحياتي سياره ما سايق. لا يا اثول وانت؟ انا هم حلو يعني هم اثول. عافيه شوفوا هسه اريد تدبروا لي فد كرين لو فد لوري صغير حتى تسحبوا لي السياره. يعني استاذ انت تعرفني وتروح؟ اي انا اروح اخذ تاكسي واروح الموصل يوم يومين وارجع. والسياره تعوف علينا وين نوديها؟ لك وين توديها؟ يعني قابل بيتكم لا تاخذ بيتي وين توديها؟ استاذ محمود ورق ورق بس هاي الفالحين بيها جيب 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 ماكو هاك على هم فتحين عيونكم. الزم وخرف ود استاذ هاي فلوسك طلي ما تسحب احسن حال كافي كافي تروح تأجل لوري حتى يسحب السيارة كافي اتهمنا الزم يلا يلا جيب جيب تروح ضيعهم يلا عاد استاذ حمود اخاف هذا اللي ناجره يطلب علينا اكثر من هذا المبلغ ويلزم علينا وليه. كافي عاد لك امشوا امشوا وليه. هيك مريه وسطانيه مربوعه اسمها صفيه. بلي اي اي دقيقه بلي اسمها صفيه عبد الله حمدان إيه؟ وياها مره اسمها ناديه عبد الاحد وياهم طفله اسمها بهيجة مهجة 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 هي هي هاي خلاص. انت قلت موجودة وينها موجودة وين هي العاد؟ سافروا والباحة سافروا؟ وين راحوا؟ جتهم سيارة تاكسي وراحوا. زين العفو عني رقم التاكسي ما تعرفين؟ مش مدريني. زين نادية وين هاي نادية؟ استريح عم استريح عم استاذ حنتوش هاني بالي يم ذياب. اقول احمد نعم اريد اسالك سؤال. نعم هل فد واحد اسمه حمود تعرفه؟ اي سمعت بيه من ذياب. من ذياب؟ اي زين شنو علاقته بذياب هو؟ والله ما ادري عمي استاذ حنتوش بس انا لا يحكي لي ولا ادخل بخصوصياته. انا اللي عرفته اليوم الصبح من تصرفهم
ظاهر دياب ما مرتاح لهذا حمود. يمكن يمكن شو شنو بيناتهم؟ بابا دياب خطيه هسه كل مشكلته شلون يلقي بنته. عمو مهجه هذا المكان حلو؟ كلش حلو. الله شو ذاك الطير قد حلو. الله والله انا تعبت. ايه تأمرين حبيبتي عن اذنكم عيني. ايه عيني. زين يا بزين. والله كبرنا وتعبنا. تعبنا ايه نادية بس ما وقعنا. والله روحك قوية يا صفية. بس إرادة تدانشين عقلك وتعرفين نفسك وين راح توصلين. نادية لا تدوخين، أنا هسه واصلة لهنا. وباكر وين؟ ما أعرف. يلا عيني. يعني يصير هاي لعبة من لعباتها؟ يعني تخلي لعابتها حتى احنا نتبعها؟ لا مو تخلي لعابتها وتعوفها، يعني جوز هسه هي بغير مكان، هي والبنيه الاصليه والدز غير بنيه، يعني طفله لوخ حتى. لا 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 سبتي لا، هذه الحكايه بيها خيال، بس انا اللي محيرني هاي اللي اسمها ناديه منين؟ هذه اقول يا جماعه هسه انتم ايش راح تسوون؟ يابا انتم توكلوا بالله وروحوا، انتم على باب الله، انا ما اريد اعطلكم. وانت؟ انا اظل هناك كم يوم. باوع دياب هذه يمكن عندها واحد يراقبنا. انا ايش اصور؟ يعني وين ما صير احنا بها مكان هي تصير بغير مكان. والله انا ما اقول هي. هي مخليه واحد يراقبنا وجزء سيء رجعت لبغداد. على كل ناني باقي هنا ثلاث اربع ايام شوفوا الوضعيه وارجع لبغداد اذا شفت ماكو امل. ايش الصبي تعرف هذا النبات شنو؟ زرق. ايش عارفه؟ الله يلا حبيبتي يلا يلا ايش عارفه؟ يا الله يلا يا نادي 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 رجلي 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 التوى الصبية رجلي التوى كل جد وجعني صبية قومي تقومي اوقفي قومي. لا 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 ما اقدر ما اقدر ما اقدر. تفضلي سيدي. عمو احنا لازم نساعد ذياب حتى يلقي بنته. ايش تدرين عن نسوي له؟ اذا هو ما يقل واحد يدخل بحياته، شنو نتوسل بيه احنا؟ هو يحلها ست لطيفه. اقعد عمو، اقعد يمنا. شلون يحلها؟ هو يعرف يضربها زين. وين يروح، وين يجي، من يساعده. إذا هو واحد خشمه يابس ما يقبل يتنازل لحد، ما تقول لي شلون واحد يساعده؟ مدام بهيجة الخشوم اليابسة هم يجي هيوم وتتلين، فأنت على وش غاث نفسك؟ على شغث نفسي؟ أنا يا همالتي كلش تتعلق منك راحة. هسه هذا الحكي ايش جابه يا أمي؟ الرجال ده يدور على بنته، يعني فوق مصيبته احنا نزيد هذا الحكي؟ على كيفك دون عينك على كيفك لطيف ايش دعوة عيني غاثة نفسك ليش انا ايش قلت يا حجاية مرد المكانك. تفضل استريح دكتور. حركي اصابعك بسيطة. ها دكتور بشر بسيطة رب كلها اربع خمس ايام وتمشي مثل الغداء ان شاء الله الحمد لله. نادية معقولة هي؟ فوزي مسافر للخارج لم ترجع. خليته يفكر بأي شيء ولا بأي مرة؟ ليش؟ يجوز يحب وحدة الأخ والحب يحمي ما يخلي الإنسان يفكر. يجوز ما يحس بمشاعري ما يحس بمشاعري حتى عمو أحمد حس
هو ما يحس؟ ما معقولة. يبين أنا اليوم قضيت الساعة عندكم، أنا ما مسويها من قبل 15 سنة. والله دكتور الحقيقة احنا نتمنى تجي يمنا، بس اللي أعرفه إنه أنت ما تطلع على أحد. أستاذ عبد القادر أنت تعرف أني منعزل، منعزل تماما عن الناس. ولو ما أنت خاطرك عزيز علي وصديق ما كان جيت. ست نادية ذكرتني بناس كنت أعرفهم وعزيزين علي. أنا أشكرك هواي دكتور فوزي. باشر أجيب السيارة وأنتم كلكم معزومين عندي. بالنسبة إلى ست نادية راح أجيب لها كرسي متحرك. لا ماكو داعي، أنا أمشي على رجلي. دكتور إحنا عاجزين عن شكرك بصراحة. العفو. يمكن أنت تعرفيها النادية من زمان. عمر. عمر طويل صار لنا أنا ونادية سوية. ماما يا طيفة بنتي بعد شنات ما يصير ساعة 3:30. ماما متى تجي لي نومة؟ شنو متى تجي لي نومة ماما؟ سهر مو زين عليش حبيبتي. سمع علينا قولي لي أبويا أجا؟ أبوك أبوك وجه الصبح يجي بنتي إيش ما تعرفي حياتي. خذي لك حباية ونوم ونامي سهر مو زين على وجهك الحلو. يلا ماماتي يلا يلا حبيبتي يلا يلا أبويا بألف خير. يلا ماما أتمنى ترجع يا ذياب. صفية صفية أنت نايمة لو قاعدة؟ لا نادي قاعدة ما نايمة. صفية ما أدري كل هذا اللي صار حتى ألتقي بفوزي مرة ثانية. الدنيا صغيرة نادية ما تعرفين شلون الناس راهمة وياها شلون هي تمشي الناس ما حد يعرف. فوزي هو فوزي ما تغير بي شي غير شعره الأبيض بس مبين الدنيا بتعبته هواية. تحبيه؟ هذا كان بأيام شبابنا. بس أنت تحبي نادية؟ ما أعرف صفية ما أعرف. نامي صفية نامي إحنا اليوم تعبانين. إيه الدنيا من تريد تشبكها تشبكها شبك. المسكين ذياب شان قاعد ولايته ومستقر شراحت له المره منا لهناك ما ادري زمانها اللي خلاها تروح له واخذت بنته وجا لهنا وقعد هنا وبدل الدنيا بدنيا ثانيه حتى اني اشوفه دنيا دنيا. وهاي المسكينة بتحنتوش هم وقعت وقعت بالحب بس أنا أشوف يا لطيفة لو تتركين هالشغلة هاي تتركين درب الحب وما تمشين بي حتى الأمور تصير سهلة. ألو اي نعم اي بل اي صحيح يعني بالموصل زين زين انت وين تتخبر بالفندق زين انا فد ساعتين وجاي انتظرني زين سبتي انتظرني هسه فد ساعتين واجي زين زين يلا مع السلامة.
هذا العرق صار ليومي ما مفارقني، ما عرفت طالتها لي وين.